يعتبر مرفأ طرابلس من أهم المرافئ على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً متميزاً كصلة وصل بين الشرق الآسيوي والغرب الأوروبي، مع إمكانيات كبيرة للتواصل والاتصال البري لتأمين الترانزيت مع العمق العربي والخليجي. ويمكن للبضائع القادمة من قارتي أوروبا وأمريكا أن تعبر من خلال مرفأ طرابلس إلى سوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي دون أن تعترضها أي مرتفعات جبلية، هذا بالإضافة إلى قربه من قناة السويس التي تبعد عنه 300 ميل بحري فقط. تبلغ مساحة المرفأ الإجمالية المائية والأرضية 3 ملايين متر مربع، وقد تم إنشاء رصيف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.2 متر، مع منطقة خلفية بمساحة 650,000 متر مربع، ومتوقع في المرحلة اللاحقة أن يصل طول الرصيف إلى 1200 متر، مع ردم منطقة خلفية بمساحة 160,000 متر مربع وتعميق الحوض إلى 18 مترا، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 500,000 متر مربع. وللمرفأ كاسرا أمواج، رئيسي بطول 1900 متر وثانوي بطول 1300 متر، وهما قادران على حماية المرفأ بشكل كامل من العواصف والرياح الغربية والشمالية. ومع استكمال مشروع توسيع وتطوير مرفأ طرابلس، سيكون قادرا على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات من الحجم الكبير، والتي يتراوح طولها بين 250 و350 مترا، وسفينة بضائع عامة واحدة من الحجم الكبير يصل طولها حتى 230 مترا، بالإضافة إلى وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم بطول 900 متر. ولدى المرفأ مقومات لوجستية متميزة، وأهمها وجود 13 مخزنا و10 باحات لتخزين البضائع، بالإضافة إلى وجود المنطقة الحرة التي تبلغ مساحتها 152,000 متر مربع، حيث تحتوي على 55 مخزنا و45 باحة، وتختص بنظام تشغيل المستودعات والباحات من قبل القطاع الخاص DBOT، بالإضافة إلى وجود محطة للركاب والمسافرين بقدرة استيعابية سنوية تصل إلى 100,000 مسافر، مع توافر سوق حرة تباع فيها البضائع للمسافرين. وتبلغ المساحة الحالية لمحطة الحاويات 80,000 متر مربع، مع قدرة استيعاب 400,000 حاوية سنويا، والتي تستخدم فيها أحدث الرافعات العاملة في مجال تفريغ وتحميل الحاويات. وسيتم في المرحلة اللاحقة توسيعها لتصل مساحتها إلى 300,000 متر مربع، وتستوعب كحد أقصى 1.5 مليون من الحاويات، والتي من المتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية لتخزين البضائع العامة إلى 5 ملايين طن سنويا. حاز مرفأ طرابلس في العام 2010 على شهادة نظام إدارة الجودة ايزو 9001، ويسعى إلى حماية البيئة وضمان الجودة في كافة العمليات والخدمات التي يقدمها من خلال العمل على تطبيق نظام الإدارة البيئية والصحة والسلامة المهنية وفقا للمواصفات القياسية الدولية ايزو 14001 و18001. يتميز المرفأ بخدمات وتسهيلات عديدة كنظام إلكتروني للحلول المتكاملة وتبادل المعلومات، الذي يتضمن تبادلا للمعلومات التجارية والمالية، إن مرفأ طرابلس يتمتع بمزايا تنافسية عظيمة، ووفقا لمخططه التوجيهي الحديث، بحيث سيكون مرفأ لوجستيا متطورا، ويظهر في المخطط المشاريع التي تم تنفيذها سابقا، وتشمل الرصيف القديم ومنطقته الخلفية، المنطقة الحرة، محطة الركاب، كاسري الأمواج، رصيف المرفأ الجديد، وتعميق الحوض.
كما يبين المخطط المشاريع التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل، وهي الحوض العائم، المنطقة الخلفية للرصيف الجديد، إهراءات تخزين الحبوب، مباني لجميع الإدارات، المختبرات، تصميم الطرق الداخلية ومواقف الشاحنات وفقاً للمفاهيم اللوجستية الحديثة، بالإضافة إلى تمديد الرصيف الجديد بطول 450 متراً وإنشاء الحوض الجاف. إن مستقبل مرفأ طرابلس هو الأمل الذي تتحقق معه التنمية الاجتماعية اللبنانية. مرفأ طرابلس قادر بكل الإمكانيات اللي عنده يكون من أهم المرافق بشرق البحر المتوسط.